السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. إخواني اليوم إن شاء الله بدي أتكلم معاكم عن بعض أسباب ضعف ضخ الماء في الترمبات، في ترمبات الماء. طبعا سبب شائع وقد يغفل عنه البعض أو قد لا يعلمه البعض، لكن هذا السبب موجود وشائع كثير، بيصير في الترمبات موجود. طبعا السبب انه بتكون الفراش، فراشة الماء بتكون انا بسميها الفتحات اللي هون اللي بتضخ الماء، بتكون مسكرة مغلقة بسبب الكلس. يعني زي ما بتلاحظوا انتوا تطلعوا قديش في عليها كلس، هذا بكون من المية فيها تراب وفيها أمور زي هيك. يعني هذا الأبيض كله كلس، لاحظوا لاحظوا هون مكان اللبادة. طبعا هاي اللبادة أنا نظفتها ولسه في عليها لسه ضايل طبعا، فكمية الكلس كمية هائلة، وهاي كانت لونها أبيض بالكامل. لاحظوا من جوا الفتحات مسكرة مغلقة بسبب الكلس، عدم التنظيف. طبعا هاي بركة لبركة ماء، ترمبة هاي لبركة ماء. خلوني اورجيكم البوز تبعها، بس لاحظوا انتو كمية الكلس اللي فيها، يعني بصراحة شيء مش طبيعي. لاحظوا هذا الابيض كله كلس، لاحظوا طبقات الكلس، لاحظوا يعني هذا مش طبيعي، يعني بصراحة هذا كله كلس الأبيض. يعني هي لونها أسود، لونها هي أسود لكن هذا كله كلس. احنا راح نحاول انه احنا ننظفها ونشيل هذا الكلس بالكامل طبعا على قد ما نقدر. بس اهم شيء انا بالموضوع وهذا كله اللي هو الفراش او اللي بتدفع المية، بتكون هاي الفتحات اللي بتخرج منها الماء مسكرة ومغلقة. طبعا في اكثر من طريقة، في ممكن يعني ننقعها في ماء، في بعض المواد بتذوب هذا الكلس، في بعض المواد زي الوايت سبيريت مثلا، او في ناس بسموها في ناس مية نار مخففة بسموها، بعرف شو بتسموها عندكم، او في وايت سبيريت بسموها. يعني في بعض المواد ممكن انه تنقعها لفترة من الزمن بتذوب هذا الكلس كله. لكن انا بدي اعطيكم طريقة للمبتدئين اللي ما عنده مواد ينقعها فيها او هيك امور، فخليكم معي، خليني بس اثبت الكاميرا وارجع لكم. طبعا بنجيب احنا قضيب زي هيك، يكون قاسي شوي، يعني مش طري كثير، يعني مش طري كثير ولا قاسي كثير، وبنحاول نطعج راسه بهذا الشكل بشكل مقوس. وطبعا بنجلخ راسه على الجلخ بالمضي، بنعمل له بوز حاد من هون من هاي الجهة، وبنبدأ ندخله في الفتحات بهذا الشكل، ونبدأ انه نحاول نشيل الكلس الموجود بهذا الشكل. طبعا بنضلنا احنا ننظف هيك بهذا الشكل لغاية ما الرأس المدبب هذا يظهر معانا من الداخل من هون. هيك بتكون فتحت يعني صار طريقها مفتوح. لاحظوا هيك، لاحظوا هون هاي الراس السلك بين معانا، عارف اذا شايفينه انتو، هيو هاي راس السلك بين معانا من هون. طبعا بنحاول ننظف بزيادة، إذا ظهر معانا معناته فتحت
يعني الفتحة سلكت وفتحت معانا، ننتقل إلى فتحة أخرى. طبعا هو ممكن يكون مش كلهم مسكرين، لكن إحنا بنشوف أني اللي مسكرة وبنحاول إنه إحنا نفتحها. هاي برضو فاتحة، لاحظوا هاي راس هذا هو راس السلك، بنحاول ننظف على قدر ما بنقدر. هاي فاتحة مثلا، على قد ما نقدر بنحاول ننظف. على اساس انه المية تمرق من هاي الفتحات ويقوى الضخ. ولو سألت زبونك انت صاحبها راح يقول لك كان ضخها ضعيف، او من فترة زخها صار الضخ ضعيف، طبعا بسبب هذا الكلس وبسبب انه هذا الكلس مسكر طريق المي. هاي تقريبا الطريقة. انا نظفتها طبعا بالكامل، يعني كلهم هسه الفتحات كلهم مبينة، بتطلع منهم الحديدة او القضيب هذا. هيو تقريبا انا نظفتها يعني قبل شوي. هاي هي الطريقة. للي ما عنده مواد بنجيب قضيب بهذا الشكل وبنثني رأسه بشكل مايل بحيث انه يدخل معانا، لانه هاي الفتحة مايلة بهذا الشكل، الفتحة هون بتكون بميل، فاحنا بنعمل القضيب على نفس ميل الفتحة اللي هون على اساس انه تمشي معانا للداخل. لاحظوا كيف تمشي معانا للداخل. فلو خليناها مثلا مش مثنية زي هيك يصير تتعلق معنا وما بتدخل. لاحظوا ما بتدخل معنا، اما نلاحظوا المثنية، الجهة المثنية تدخل بكل اريحية معنا. فلازم ضروري احنا نثني راس القضيب بهذا الشكل، وطبعا نكون القضيب قاسي شوية على اساس انه احنا لما نضرب في مكان الكلس ما يصير ينثني معنا ويطعج معنا ما نعرف نشتغل فيه. لا، بدنا اياه يضرب فيه ويدفعه يخرجه لبرا بالكامل على اساس انها تنظف وما يبقى اي اثار ولا اي اوساخ من هذا الكلس. هذا زي ما حكينا بيؤدي الى ضعف ضخ الماء، وسبب شائع جدا لانه اغلب الناس ما بينظفوا خزانات الماء او كذا، فبكون في اتربة وبكون في اوساخ، ففي الاخر تتجمع الاوساخ في هاي الفتحات وبتسكر طريق المي، فبالتالي بيصير ضخ الماء ضعيف. ان شاء الله انكم تستفيدوا من هاي المعلومات، ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.